الأستاذة نعيمة أخوها عامل حادث وبقاله سنة وبقى قعيد، فهي بتقول دايما في خناقات مع زوجته، ففي هما متخاصمين، بيقعدوا متخاصمين بالشهر وبالاتنين. يعني هو طبعا أنا هجاوب على نقطة ونقطة تانية أنصح بيها وأتمنى إنه توفقوا فيها. يعني النبي علمنا عليه الصلاة والسلام إنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، ده مطلق الأخوة، فما بالنا بأمر الزوجين اللي ربنا جعل بينهم المودة والرحمة، ولازم يبقى فيه الصبر الجميل، ولازم يبقى فيه الحلم، ولازم يبقى فيه الحكمة. فأشد وآكد، لأن الله تعالى يقول وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، قلنا إنه من آكد العقود في الشريعة الإسلامية عقد الزواج، وكل شيء متصل بعقد الزواج ده بيوهن منه، بيضعفه، بيؤثر عليه سلبا، ده شيء منبوذ في الشريعة. وبالتالي إحنا ما يجب أن يكون بين الزوجين، إنه إذا كان في أمر الأخوة العامة نهينا عن أن إحنا يبقى في خصام فوق الثلاث أيام، فما بالنا ما بين الزوجين. أرجو من حضرتك الدعاء ليهم بصلاح الحال وبالشفاء والعافية لهذا الأخ، ونسأل الله رب العرش العظيم أن يشفيه شفاء تاما كاملا لا يغادر سقما، اللهم أمين أجمعين. ولي نصيحة، لو كانت زوجته بتستمع لحضرتك أو حد من ولادها المتجوزين دول الكبار، يفهمها إن المريض وبالذات اللي قاعد ده بعد ما كان بيتحرك ويروح بيجي نفسيته بتبقى صعبة، هو كان بيروح وبيجي وبيشتغل وبعدين فجأة قعد بقى قعيد، ده أمر ثقيل على نفس الإنسان، هو في ابتلاء شديد، فإحنا نعينه ولا نقف له بقى بالمرصاد؟ أنت قلت أنت عملت، ده وقت خناق ووقت زعل، لا وقت خناق ولا وقت زعل، ده رجل مريض وهي برضو بتخدم المريض، قولي لها انت بتخدميه ولك أجر طاعة الزوج وبره ورعاية وقت ضعفه، لأنه في وقت ضعف دلوقتي أنه قعيد، وربما ده برضو يكون له أثار على نواحي أخرى، ربما ده اللي مخلي الوتيرة عنيفة بين الزوجين، هي تصبر عشان تاخد أجرها كامل وتخفف عنه الامتحان اللي هو فيه. هي دي النصيحة اللي لازم تتقلها أيتها الأخت الكريمة الرؤوم اللي كلك يعني زعل على هذا الأخ، وإن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى رب العرش العظيم أن يشفيه شفاء تاما كاملا لا يغادر سقما، وكل مريض اللهم أمين أجمعين.